أول حاجة حضرتك بالنسبة لارتفاع الأسعار السلع، إحنا عندنا مش الدولار لوحده هو السبب. حضرتك مستلزمات الإنتاج اللي إحنا بنستوردها للمنتجات من الخارج أسعارها زادت. دي نمرة واحد. نمرة اتنين، أسعار النيلون البحري علشان يوصل البضاعة لحد المواني في مصر زادت، بالإضافة لزيادة سعر التأمين البحري طبعاً علشان الأحداث اللي بتحصل في باب المنتج من تحت. بالإضافة إن البضائع بتوصل وبيتم تأخير الإفراج عنها، اللي بينتج عن ذلك إن المصانع بتضطر تدفع غرامات تأخير للشركات الملاحة، ودي بتدفعها بالدولار. بلس طبعاً سعر سوق الصرف. دي أسباب بتؤدي إلى ارتفاع الأسعار. احنا متفقين يا باشمهندس ان احنا عندنا تحديات عديدة ومحدش بينكر ذلك، وقلنا حال السوق ده كحال باقي الأسواق ان هو متضرر بسبب مشكلة عدم وفرة العملة وفكرة المواني وعدم دخول الشحنات والاستيراد وكل هذه الأمور، لكن احنا بنتكلم برضو على التجارب اللي بيعيشها المواطن اللي بيدور على سلعة بعينها أو جهاز بعينه. دي تجارب الحقيقة احنا رصدناها بشكل كبير وطول الوقت بتوصل لنا فكره الاوفر برايس وفكره السوق الموازي وفكره ان هو يلف المحلات كلها علشان يوفر المنتج اللي هو عايزه. اسمحي لي بس اوضح نقطه بسيطه. اتفضل. احنا كتجار بنعاني من نفس المشكله اللي بيعاني منها المستهلك، لان احنا بنطلب بضائع من المصانع ساعات بتكون متوفره وساعات ما بتكونش متوفره نهائيا. ليه؟ طبعا مصانع النهارده الطاقه الانتاجيه بتاعتها مش كامله، فده بيؤدي الى نقص سلع في السوق في الاسواق. وفي نظرية اقتصادية بسيطة جدا بتقول إذا قل العرض وكثر الطلب أي بضاعة بتزيد، مش الأدوات الكهربائية، مش الأجهزة الكهربائية بس. بالإضافة إن إحنا كمان ملتزمين، بنبقى ملتزمين، مش هقول لك كل التجار، لكن في فئة معينة من التجار للأسف الشديد، فئة معينة ودي قلة بسيطة جدا من التجار، ودي للأسف الشديد اللي بتستغل هذه الأوضاع. اما باقي التجار، تجار محترمين وشرفاء جدا، بيلتزموا بلستة الاسعار اللي بتبعتها المصانع، بالسعر اللي التاجر بيبيع بيه. ما احنا متفقين مع حضرتك ان احنا مش بنعمم ان كل التجار بيبقى سلوكهم بهذا الشكل، لكن بنقول ان في حالات بهذا الشكل وان في تجار بيتبعوا هذا السلوك مع المواطنين. موجوده ما ننكرهاش، وما اقدرش انكرها لانها بالفعل موجوده والزبون بينزل يسال. بس اللي انا بطلبه بقى من المستهلك حاجه، وبطلبها عن طريق المقر الاعلامي الجميل بتاع حضراتكم. اتفضل. قبل حضرتك كل معظم الشركات الصناعيه ليها محلات تجاريه عارضه فيها المنتج بتاعها. وعندنا زي كارفور هايبر، عندنا حاجات كتير متوافر فيها المنتجات. انزل اسال على السعر بتاعها الاول قبل ما تنزل تشتري من السوق التجاري. وانزل بعد كده السوق التجاري، لقيتها اغلى انا بقول لك اهو بلغ. انا كمسؤول في الغرفه التجاريه ورئيس شعبه الاجهزه الكهربائيه واقول لحضرتك بلغ حمايه المستهلك وانت واقف عشان تنزلوا اعملوا محضر ويصدروا منه البضاعه وتدفعوها. واحنا بنأيد حضرتك ان لازم يكون في سلوك ايجابي علشان يعني نحسن من اوضاع السوق زي باقي السلع، وبناكد لازم طبعا المواطن عليه دور. لكن خليني اسال حضرتك على التصريحات اللي خرجت من حضرتك ليها علاقه بانخفاض الاسعار. امتى ممكن يشهد هذا السوق انخفاض في اسعاره خلال الفتره اللي جايه؟ بس عايزين كمان النهارده اتكلمت في موضوع مهم جدا، ان الدوله النهارده بتسعى ان هي مستلزمات الانتاج تكون متواجده في مصر ومصنعه في مصر. على الاقل ما فيها ان احنا يبقى عندنا على الاقل مصنع للستينلس ستيل، لخامه الستينلس ستيل، ومصنع لخامه الصاج. ده هيوفر لي المنتج بسعر مناسب، ده هيوفر لي انا كمان هنا عمله صعبه ان انا مش هاخد استورده بقى من بره، لا انا هاخده من هنا، لان بيكون معظم الاجهزه الكهربائيه داخل فيها المنتجين دول. طبعا لو الظروف اللي في العالم كله وفي منطقتنا احنا بالذات خفت حدتها واتفتح باب المندب والكلام ده كله، ممكن طبعا اسعار النقل الشحن البحري تقل، اسعار التامين تقل. برضه بنطالب برضه على قدر المستطاع يعني محاوله الافراج عن مستلزمات الانتاج بسرعه، ما تقعدش في المواني. كل دي عوامل ممكن تؤدي لانخفاض الاسعار. يعني اذا احنا ما زلنا برضو عندنا التحديات، وفي حال ان تم حل هذه المشكلات هو ده اللي هيأثر على السوق، لكن غير ذلك التوقعات بتقول ان هيكون في استمرار في وتيره ارتفاع الاسعار. بالظبط. انا بشكرك. يعني ده اللي احنا شايفينه، قارينه. طيب. اتمنى يكون يعني اتمنى اكون انا مخطئ وان الاسعار تنزل والامور تتصلح.
لان طبعا انا عايز برضو الفت نظر المشاهد ان الاسعار لما بتزيد على فكره بتتعب التجار قوي، ما بتبقاش مبسوط التاجر، ما بتبقاش مبسوط لان دوران راس المال بتاعه بيقل. بيحصل عنده حاله من الركود في عمليه البيع طبعا. دي بتسبب له في الخسائر. انا مش من مصلحتي ان الاسعار تزيد. انا كتاجر بتكلم على نفسي، اي سعر بيزيد انا ببقى متالم من الزياده، ببقى كارهها مش حاببها. تمام.